ضجة إعلامية وشعبية كبيرة أثار برنامج 1544 الأسبوع الماضي بعد استضافته كل من المحامي بشرى الخليل والمحامي منير الحسيني على خلفية تعرض وفد المحامين اللبنانيين للاعتداء من وفد المحامين السوريين خلال مؤتمر القاهرة، واتهام محامين من تيار المستقبل زملائهم بالوفد اللبناني وتحديدا المحامي بشرى الخليل بأنهم وقفوا إلى جانب الوفد السوري خلال اعتدائه عليهم. بعدين اللي وقفوا يهيصوا لبشار للرئيس بشار الاسد وللجيش السوري كل المؤتمرين. انا ما تقلش عم ترقص يا عبالك، انا سيادي ومن اشرف برقصش. انت اللي بترقص، مين عم تقول بترقص انت؟ لا انت كنت عم تقول شو هيك وقع مين ترقص ولا لا؟ لا انت اللي راقص وعلى كلمه. انا ما فيني ادعي هذا الكلام، بأسف بتنزل هذا المستوى. تأسف عم تقول بترقص انت؟ عم مين ولا عم تقول بترقص؟ انت الرقص وامك الرقص. انت رقصتي رقصتي. اسكت سد بوزك ولا. المشادة باستوديو بين الخليل والحسيني يلي انتهت الحمد لله على خير، حصدت خلال أسبوع نسبة مشاهدة وانتقادات مرتفعة جدا، وتردد أنه نقابة المحامين استدعتهم بعد الحلقة. فشو حقيقة اللي صار؟ لا ما صحيح أنه استدعانا نقيب المحامين، ما صار. أنا ما حدا اتصل فيه وما حدا قال لي، ولو تم استدعانا أنا عم بحكيك من مركز نقابة المحامين. هلأ الخبر كيف وصل أو مين سربه؟ بتقديري ناس قريبة لتيار المستقبل. من الصبح صار في ضغط من جهة معينة باتجاه انه انا ما اطلع بالحلقة. اما فيما يتعلق موضوع جهات ضغطت علي بموضوع عدم الحضور، يعني هي بتعرف الفريق السياسي الاخر ما عنده هالاساليب. في اخبار تقدم فيه تيار المستقبل للنيابة العامة التمييزية، ولا كلمة فيها قدح وزم ابدا. طبعا اللي صار بالحلقة هي بتعرف تماما، الا اذا بتعرفها مشكلة كبيرة. قدح وزم وتحقير بهذا الموضوع، وأنا لما حكيت أنا كنت واعي ومتزن، فأنا ما حكيت كلام متسرب مثل ما هي عملت. هي تسرعت وينقل ترقص، الكلمة كبيرة، وبعدين الرقص وين؟ لو قلت لي عم ترقص بعرس ابن أختك أو بحفلة أو بهيدا مش عيب، مش غلط يعني، بس عم برقص شماتي بشب عم يأكل قتل عيب. أنا لو إسرائيلي هلأ لقطت بلبنان وشفت ناس عم تقتلوا بخلصوا منهم، راحت على محل والدتي الفاضلة، يعني رقصت كل العالم. إذا بتنعاد الحلقة برجع بحكي بنفس الطريقة، يمكن أقوى شوي، بس في حال انعادت الحلقة إذا بعرف الشخص هو اللي قدامي هي ببطلع الحلقة. طلعت نكات إنه أساساً هي يعني ما كتير تليق بمحامي. طبعاً قد ما هي إنه مضحكة، قد ما أنا بحزن إنه على زميل اللي عم يتعرض لهذا التشهير. شفت هيك شيء؟ أنا مش رقاصة. منيح حاطين لي جسم حلو مثل جسمي، يعني مش حاطين جسم بشع عم مترهل يعني وإلك كرش أو شيء يعني. مع اختلاف وجهات النظر وأساليب التعبير عنا، بيبقى السؤال هل ممكن تنتقل المواجهة بالأيام الجاية أمام القضاء؟ إن شاء الله يكون هالموضوع انتهى على هذه الحدود. طبعاً تنذكر وما تنعاد. فجأنا انه كل الاخبار اللي نزلت عن الاحاله الى نقابه الى المجلس التاديبي واستدعوا من نقابه المحامين انه هذا الموضوع ما كان في شيء. انا حاولت شخصيا الاتصال بالنقيب اليوم لاستفسر منه عن الموضوع ولكن ما رد على خطه، يمكن كان عنده التزام او شيء ثاني. بدي اتشكر كل اللي تابعونا الليله، بدي اتشكر كل ضيوفي. ان شاء الله الاسبوع المقبل كمان نكون عم نقدر نعطيكم كل المواضيع. 1544 دائما بتصرفكم لتسجلوا عليه كل مشاكلكم، كل طلباتكم، كل شكواكم، ونكون نحن دائما صوتكم ونقدر نوصل هالصوت بالعالي عبر شاشة الام تي في. شكرا لكم والى اللقاء باذن الله، تصبحوا على الف خير.